ودلوقتي جه ميعادنا مع لعبه نيد فور سبيد موست وونتد كالعاده. وعاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ ويلا وصلنا للبلاك ليست 8 او القائمه السوداء الثامنه، ومفترض هلاعب جويلز اللي هي معاها السياره الفورد. تمام، فورد مستانج جي تي سباقات و4 مايل ستون و 1,180,000 توتال باونتي، وانا معايا 929,000. فخلونا نبدا بقى بالسباقات، ومعايا العربيه البورشه هي ويلا بينا مع التحديات الثمانية. انا بحب التحديات الثمانية دي، معلش يعني. اجري. مديني دقيقتين، اربع بوابات، واول حاجة مديني دقيقتين، كل حاجة بقت اطول من المعتاد، مع ان المسافة المفترض هنا مش طويلة يعني. البوابة التالتة كلهم قريبين من بعض، فاضل بقى اخر واحدة تبقى بعيدة شوية، بس مش زي اول واحدة. والنهاية معايا 27 ثانية و 85 يعني 28 ثانية. حلو قوي. ندخل على التحدي الزمني اللي بعده، اول بوابة. يلا يلا بينا، بيرفكت لانش. يلا ايه، اربع بوابات برضو. يا سلام يا سلام على التحكم، انا نسيت الاختصار وبعدين لحقت نفسي كده، والعربية مساعدة جدا الصراحة. نفس الطريق اللي فات، اخر الطريق اللي فات كان الحتة دي، وبعدين هنزود بقى نكمل عليه. دي تالت بوابة، امشي المرة دي من النص بقى مش من الشمال. ومعايا دقيقة و26، معايا وقت كتير، متهيألي كتير زيادة عن اللزوم، لأن خلاص فاضل 15% بس. النهاية. ممتاز جدا. اللي بعده نشوف بقى الايه الأقصر مسافة. ها، 7 9 3 ستة ستة تمانية، يبقى التلاتة. يا الله، ايه الرادار، ايه الرادار، الرادار ده فكرة عجباني جدا الصراحة. يعني تبقى الاول في السباق، وفي برضو سرعات عند الرادار، كل الرادار لازم تاخد السرعة بتاعتها، ولو انت مش الاول واعلى حاجة بيفضل الوقت يقل في الاخر لو حد دخل قبلك. في افكار حلوة. 160 160، حلوة اوي. تقال انا كده الاول صح؟ الرادار فين؟ 159. يلا ما شاء الله على التحكم بتاع السيارة. 454 و403 وكام؟ و20؟ اه حلوة، يعني في 31 فرق بيني وبين اللي ورايا، دي حاجة زي الفل. وفاضل آخر رادار وأنا الأول، حلو أوي. يعني فاضل إيه؟ فاضل إيه؟ يا لهوي، احذف يميني 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 يميني. ايوه حلو قوي كده. انا 609 ولا بعد 559 ده، خلاص يا باشا خلاص. و93% من السباق، حاجه زي الفل، حلو قوي حلو قوي. اوعى ده في رادار، راح الرادار. ماشي طيب كده 5، احنا عملنا كام؟ 3. احنا قلنا المسافات ده كام بسرعة؟ 7 9 6 6، يبقى ده وده رادار برضو، وبعد كده اللي هو سبرنت. بيرفكت لانش، وسع يا ليه. وفي اختصار، في اختصار، في اختصار. واحد دخل ورا الاختصار ومشي وراه سريع يا ابن اللذينة. استنى لا معيش نايترو، معيش نايترو. ماشي جمع نايترو، جمع جمع. طول ما انت ماشي هو بيجمع نايترو، تقف بالعربيه ما يجمعش حاجه، لازم تفضل ماشي بالعربيه بالسياره عشان تجمع نايترو. بس حلو كل ده ما جاش اول رادار، بحيث ان انا اجمع سرعه برضو. ماشي 137 او 145. طيب 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 طيب. اوه بقيت التالت انا، الرقم كان وحش للدرجه دي. بوليس لا، بوليس لا، بوليس لا. بص 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 الرخامه. بقيت التاني، فرق بيني من الاول حاجات بسيطه. كويس
163 حلو جدا. 183. اهدى 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 اهدى، دمر نفسك يا مجنون. حلو، انا الاول كده انا كام نقطة؟ 774 واللي ورايا 761، فرق قريب وهو اصلا قريب. اخرب بيوتكم، عيش تربو، عيش نايترو. خلاص المايلستون اللي بعدها ايه؟ الرادار. 110 كويس، انا جبت 110. محدش يعديني بقى يا جدعان، بقى محدش يعديني بعد اذنكم. خش انت الاختصار. انا الاختصار مقفول يا ابن الرخمة. حلو، مركز اول انا ما زلت. حلو، ده انا مركز اول وفارق فرق كويس قوي. اهرب بقى من البوليس. مطلوب ايه مني من البوليس ده؟ في كمان ابو شوك بقى. تعالوا تعالوا تعالوا، شكرا. بسرعة 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 بسرعة، مش عايز العب البوليس دلوقتي، انا عايز اخلص السباقات. نفسي اخلص السباقات وبعد كده ادخل على الحاجات. بس حلو، هو السباق ده. يلا بينا. وحي وص عليا، بيتحدوني بيتحدوني يا ابن اللعيبة يا عفريت. طريق السلامة انتو. ايه ده ايه ده ده، ولا انت فاجئتني يا كبير. اوه ايه يا جدعان ده؟ ايه المفاجآت دي؟ حوش تربو بقى، يلا حوش. ننزل من النص يا جامد اوي، العربية دي جامدة اوي، العربية دي بس عيالة. سبقتهم، مش عارف هم تعطلوا ولا ايه اللي حصل لهم، هم انا الاول بس لسه، يعني لسه بتاع دقيقة ونصف تانيين، لان كل ده كان 50% الدقيقة ونصف اللي احنا فيهم دول. اوكي كويس، ما شاء الله العربية واصلة لكام؟ عايز اوصلها ل 200 بقى. مش لازم اوصلها ل 200، مش لازم مش لازم. ماشي، اوكي كويس. منحنيات بقى، منحنيات، هتضيع لي النيترو، هتضيع لي المركز الاول، وهتضيع لي كل حاجه. بوليس، ماشي البوليس حلو، البوليس كده كده هخلص اخر سباق ده وبعد كده هلعب البوليس، فهي هي ماشي. الاختصار مفتوح ولا مقفول؟ مفتوح. بص هو الظابط مسابقني على الاختصار. يا سلام، اعدلي. ايوه، والنهاية كمان بعد الاختصار على طول. ايه الحلاوة دي؟ يلا. لا انا محتاج معايا حبه نايترو عشان البوليس. الله بالسلامه. انا مطلوب مني ايه؟
وريني كده مطلوب مني 18 يا كتير قوي. وكم بتاع ده كده 3 من 18 والوقت اكتر من 6 دقايق، قعد اكتر من 6 دقايق معاهم من غير ما اتمسك. واتنين اعدي من على كمين اللي هو بشوك. حلو، والمس 5 عربيات، انا لمست 4 ولا ادمر 4 عربيات حاجه كده. ماشي، هما كتير قوي فانت بتدمر في طريقة كتير الصراحه. ماشي، لمست 5، تعالى عشان يبقى 6. مش بتعمل سباق ولا انت مالك ومال ولا ايه؟ حلو جدا، كلهم دخلوا يمين وانا دخلت شمال، ايه الغباء بتاعهم ده؟ اوه دمرت دوج، لا ولا 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 شفت الدوج اللي جت في وشي انا دخلت فيها. الله بقى اللي يجي يجي، عشان كده لازم 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 تحافظ على التربو او النايترو يعني. حلو، انا خلينا على الطريق السريع ده، حلو قوي. اعملوا كمان بقى كونديشن 3 او المستوى الثالث من البوليس بيزيد اهو، وهيوصل للدايره هتكمل يبقى المستوى الرابع، ربنا يستر. اوعى، ايوه يا سلام يا سلام. هبداوا يتعصبوا ويجيبوا لي كمين الشوك. كمين الشوك ده مش فاكر بقى كان في المستوى الرابع ولا لا، يعني ممكن في الثالث ولا لازم الرابع. اوعى اه فكرتهم الدوج. يلا بالسلامة، حلو جدا. كمان الميزة في الليفلات العالية ان هو بيديك فلوس كتير. هو انا مطلوب مني كام في البتاع ده؟ 3 ولا 4 مايل ستون؟ مطلوب مني تقريبا 4. لو مطلوب 3 كنتش عملت بتاع الشوك ده وكنت خلعت منهم، يعني كنت عملت خلاص فاضل لي الوقت اكمل 6 دقايق وده 15 من 18، فاضل بس اخبط 3 عربيات وخلاص. يعني في عربية هناك اهي بوليس، تعالى يا بوليس يا بوليس. خلاص كده فاضل عربيتين وابقى عملت المهمة الأخيرة، يبقى فاضل بس ايه؟ أيوه فاضل عربية واحدة، تعالي. ماشي، الكمين تحت أصلا. حلو، عملت المايل ستون. لا ايه ده؟ قال لي أنت عملت حاجة، ما عملتش حاجة؟ ما عملتش حاجة. حلو، عملت حاجة وكان هيلبسني في العربية كنت هنتهي. كده فاضل الوقت بس. عايز الف وارجع تاني. هم دمروا بعض اصلا، انا يعني مفترض ما كنتش دخلت اول ما شفتهم دمروا بعض لان ده غلط عليا، بس حلو ان انا مخلي معايا نايترو. تقريبا لازم المستوى الرابع عشان الشوك، يعني هو كمان بيبدا من المستوى التاني بس بيبقى قليل قوي في المستوى التاني، بيبقى اكتر في التالت. بعد كده الشوك تقريبا في المستوى البوليس الرابع. المثلث المفضل بالنسبة لي بالنسبة لكل المثلثات، المثلثين اللي ورا بعض دول. هيجي ورايا؟ هيجي ورايا. تعال. هو دمر نفسه. بسرعة، بسرعة بقى. يا عم. اضطر ألف من بعيد. مش عايز حاجة تقابلني يالا، مش عايز حاجة تقابلني يالا. حلوة، ويا رب يكون اللي كانوا مطلوبين مني 3 بس مش 4. شوف كده، لا 4. طب في رادار او حاجة؟ في رادار يا عم. يا 147 147 132. هبدا من هنا. حلو ده، انا حاسس ان ده حلو. هو حلو، شفت انا قلت لك انا حاسس ان هو هتمشي طوالي تزود سرعه لغايه ما توصل ل 147. يا لهوي ولا ايه ده؟ منتهى السهوله، منتهى. شفت في مهمه بتقعد فيها نص ساعه ومهمه ما تكملش 10 ثواني. حلو قوي، تعالي بقى تعالي. سبرنت ودراج، يلا بينا. ورينا بقى الفورد اللي معاكي. يا سلام يا سلام. يلا بيرفكت لانش.
كويس. اوعى الكراسي. وبص المنحنى اللي جاي عامل ازاي، ده منحنى يخوف يا جدعان. اوعى اوعى، ايه المنحنى ده؟ ايه ده؟ استفادوا ايه؟ قولولي. ماشي كويس قوي. اوعى كويس كويس، فرقت حبة حلوين. يلا بقى عشان افوز عليها واخد العربية. عدد الدقيقة في 25%، يعني 4 دقايق الطريق ده. ماشي حلو. النهاية ان نهايتي المنحنى اه هو ده نهايتي فعلا، هو ده نهايتي. انا نهايتي في حاجات زي كده. المنحنيات ايه المنحنيات المنحنيات. اوه في اختصار، لا اختصار يا ريتني ما دخلت. بس هو حلو برضه، بس بطئ السرعه جامد، بطئ السرعه ضيع الناتر وقربها مني، عمل حاجات بقى. ماشي لا 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 جمع نيترو طايره ورايا. ما تسيبيني بقى في حالي، انت مالك بس ومالي. حلو تمانين في المية، تمانين في المية. خلاص 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 خلاص. بس هي بتجري بتجري أسرع من عربيتي ولا إيه؟ مش عارف، بتقرب مني بتقرب مني جدا يا جدعان. إيه ده؟ لا مش معقول التقريب ده، أنا طاير أنا طاير. هو بس قربت مني جدا. ايه ده؟ 3 دقايق واقل من اقل من 3 دقايق ونص كمان. ماشي اللي بعده ده بالمثلث، اتعلمناها. اوه يلا بينا. طب يمين يمين، مش راضي يعني في يمين، مش راضي يبقى شمال. مشكلة انت هنا ما تتحكمش في العربية خالص، انت بتجري ويا يمين يا شمال بس، ليك حركة واحدة. ماشي شمال اهو، يمين اهو. حلو انا يمين، هو لوحده، العربية بتحدف لوحدها. الشمال ايوه حلو، يمين يمين حلو، الشمال يمين. هي بقى بتظبط مع نفسها، شمال يمين شمال ايوه يمين. لا لا مش في النهاية، مش في النهاية، مش في النهاية. ماشي يبقى شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين. شمال يمين بعد كده ايه، شمال ولا يمين؟ ولا شمال يمين شمال يمين
شمال يمين شمال يمين. يا ولد يا ولد. لا جميل جميل جدا وبيخلص بسرعه كده حاجه زي الفل. طير العربيه حاجه حاجه ما بقتش بتقلقني مع ان العربيه بتاعتها جميله جدا. المره اللي فاتت كانت في النص، حاسس المره دي يبقى المره دي مش هختار في النص، الاول يا الاخير. ايه ده من اول محاوله عمرها ما حصلت. لا لا لا, لا. عشان انا مش عايز بس فبيسهلوا لي الدنيا. ماشي اللي بعده بنت برضو بلاك ليست 7 اسمها كازا كيرا ناكازاتو. ناكازاتو دي من اليابان صح، ومعها مرسيدس بنز كي سي ال كي 500. احنا خلصنا 8 ووصلنا ل 7 يا جدعان. نعدل بقى على السياره دي. انا هعدل على الثلاث سيارات، انا معايا فلوس بالهبل. انا غني جدا، انا غني جدا. الانجن ما ينفعش غير في 7 برضو. طيب ترانزميشن ما ينفعش غير في 5. طيب ما ينفعش غير في 6. امال انا هينفع اعمل ايه؟ طب النيترو ما ينفعش غير في 6، يبقى 7 و5 و6. ده ينفع؟ ده ينفع. العجلات تنفع. الله يبارك لك. البريكس تنفع. الله يبارك لك. طب واللي بعده ما ينفعش؟ الالتيميت في كام؟ في 5. التربو 3. ماشي يبقى اذا معظم الحاجات هاخدها في لما اوصل لما اهزم اللي هو ايه بلاك ليست 5. لما اهزمه هطور كل حاجه في العربيه ما عدا حاجه واحده بس اللي هي التيميت تربو، ودي في 3 بقى. دي كده اول سياره معانا البورش. الثانيه بقى الميتسوبيشي حلوه برضو، حلوه مش هتقول لا. نظبط لها الاداءات والمواتير والحاجات. لا جميله 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 جميله. ماشي البرفورمانس على طول، اهم حاجه البرفورمانس. انا احب اللي ايه ده، ما ينفعش اظبط لها اي حاجه ولا ايه؟ طب الترانزميشن؟ طيب هم تقريبا كلهم نفس الحاجه بقى. ماشي العربية جميلة جميلة جميلة، ممكن نكمل بيها المرة الجاية إن شاء الله. هيس الفورد بقى يا لهوي على الجمدان، أنا افتكرتها دلوقتي، أنا آسف يا غالي. طبعا دول لما تظبطوا بقى السرعة والأكسلريشن والهاندلنج عالي جدا. دي لسه بس دي برضو العربيات كلها حلوة. طب أنا محتار أختار إيه؟ طيب كل مرة هنختار حاجة وبعدين بقيت بفوز مش عارف. تعالى أعدلك أنت كمان، يعني أنت قليلة في السوق، أنت زي الفل. بيرفورمانس الإنجن كده معايا 3 عربيات مظبطهم تظبيط زي الفل. تمام وكده اكون انتهى فيديو النهارده. ما تنساش بقى لك سبسكرايب الحاجات الحلوه دي، اتفرج على الفيديوهات اللي فاتت واستنى الفيديوهات اللي جايه. يلا سلام.